السلام عليكم. كل سيمانه وكل اسبوع في اوان شعيب كل سبت كنديروا لكم توب 10 اكثر 10 الحوايج مبيعا في محلات اوان شعيب. هاد السيمانه رقم 10 كياخذ الكراف ديال 40 درهم وهاد القراعي اللي ب 30 درهم وهاد الكيسان اللي كنبيعوا 3 ب 50 درهم وهاد البونبونيير اللي كنبيعوا 2 ب 20 درهم. رقم 9 خداها البريستيج الفراقه ب 1200 ريال وهاد البلاطو اللي ب 1200 وكذلك هاد لي بلاطو اللي نقصنا ليهم في النص ديال الثمن. رقم 8 خداها هاد خداوها البانيني. رقم 8 خداتها البانيني فحال الصغيره اللي كنبيعوا ب 99 درهم والكبيره اينوكس جرانيت كنبيعوها 199 درهم. كذلك رقم 7 خداوها لي بلاندر البلاندر ديال العصير مع كاس ديال العطريه بحال هادو اللي درنا لهم 99 درهم وديال الزاج درنا لهم 199 درهم. غنرجع لكم التفاصيل اكثر. رقم 6 خداوها الهاشوار اللي درنا ليها 3000 ريال كوكينغ وهاد التراب اللي كنبيعوا التراب او ميكسر ب 120 درهم. رقم 5 كلكم كتسناو رقم 1 الاخوان بقاو معايا احنا جايين الرقم 1 دابا. رقم 5 خداوها الكوكوطات ديال لينوكس اللي كيبداو من 399 درهم في الثمن والبرمه اللي كتبدا من 180 درهم. رقم 4 خداها شوفاج اللي درنا ليه 99 درهم كيف كتشوفوا هو والريشو ب 100 درهم والفورنو والفران والفورنو اللي درنا ليه 7000 ريال. رقم 3 خداوها الكيسان ديال 1200 ريال مع ديال 70 درهم مع الرخامه اللي كدير 2600 ودرنا ليها 80 درهم. لا توندونس ديال اكثر مبيعا في محلات اواني شعيب. رقم 2 خداها الفران ايتيمات اللي درنا ليه 750 درهم ناقصين 6000 ريال 850 درهم 950 درهم. وحتى العجانه ايتيمات ديال 600 درهم وكرافت 7 يطرو ب 799 درهم. ودابا الاخوان وصلنا الرقم 1 النمبر 1 الرقم 1 كأكثر حاجة مبيعا في محلات اواني شعيب هذا الاسبوع هو التبصيل اللي نورمالمون كيدير 70 درهم 50 درهم 60 درهم وحنا درنا ليه 400 ريال 20 درهم فقط. هاد التبصيل هذا والصولد ديال هاد التبصيل فريمون غادي يدخل للتاريخ كأكثر حاجة نقصنا ليها في الثمن في تاريخ اواني شعيب. التبصيل ديال 400 ريال زاج اكثر من 30 سنتيم فيه جيل 36 مازال متوفر غدا الاحد في جميع محلات اواني شعيب. وكذلك هاد الكيسان اللي بعناهم لكم فقط ب 20 درهم حتى هما احتلوا الرقم 1 كاكثر حاجه مبيعا في محلات اواني شعيب هاد الاسبوع. بالصحة والراحة ومرحبا بكم. وبغينا نقولوا لجميع الزبناء ديالنا الكرام انتم الان مباشره من محل اواني شعيب المدينه. المحل ديالنا في المدينه اللي جورا بنك المغرب كاينه جرده الحمام كره ارضيه حنا ورا بنك المغرب. اجوا تستافدوا من الصولد. اختي ما كنبينش الناس في وجههم بغيتي نشوف شنو خديتي. ممكن بسرعه بسرعه بسرعه. اوه خديتي البلاطو فيرزاتشي 140 درهم. نشوف اش خديتي معاهم بزربه احفاك حيت عرفتي علاش حيت باك واعر خدا تشد معايا بحال هكا. شكرا نشوف اش خديتي معاهم. لا والو الفاتشه ما كاتش. اوه ذوق واعر البلاطو 140 درهم. بقى معايا اسمح لي البلاطو 140 درهم والترموسات ب 2600 نزيد نسيزيك شويه. اما الا خديتي معاهم هاد الكيسان يا سلام قويه قويه قويه
باك واعر باك خطير. الا ما خديتيش معاهم هاد الكيسان تضرب البلاطو والترموسات في الزيرو 80 درهم يقدروا ما يبقاوش. انا كنقول لك دائما اجدد الترحاب مرحبا بجميع الزملاء ديالنا الكرام على هذا شكرا خويا على هذا البث المباشر. اواني شعيب كيرحب بكم نايضة بالعروض 80 درهم عوض 3600 اما كاملين كحلين ولا بغيتهم ميلونج. شوف اخت ميلونج عفاك اجي بطل بغى هاد الكيسان نعطيهم ليه كلهم كحلين جاو اسورتي مع الترموسات اللي عطيه ميلونج ميلونج وتخلص عنده ب 1600 ريال. اواني شعيب كيرحب بكم الاخوان نايضه بالعروض نايضه بالبروموسيون نايضه بالهمزه ماشي مشكل نايضه بالاثمنه الرائعه. غدا الحد غنحلو من 10 الصباح حتى 10 الليل اي تخلص عندك لاكيس لتحت واحد القضيه لا ماشي مشكل ماشي مشكل صافي. ما خصكم تعرفوا انه هاد السولد يقدر يتقادى في اي لحظه. حنا البروموسيون مازال مستمر ان شاء الله غدا الحد والاثنين والثلاث والاربعاء والخميس والجمعه والسبت والحد. غير هو السلعه كتقادى علاش؟ لانه كيكونوا عندنا دي بروموسيون سبيسيال واعرين. وغنزيد نعطيكم تفاصيل كثر قبل ما نعطيكم التفاصيل نعطيكم اللوكاليزاسيون ديال اواني شعيب المدينه. اواني شعيب المدينه هو هذا المحل ديالنا جورة بنك المغرب هو هذا بنك المغرب اللي مقابل مع جردة الحمام. جردة الحمام بنك المغرب زنقة طاطا. حنا جينا اونفاس مع السينما ليتيسيا واوتيل المامون. من هنا كاين البرنس ومن هنا كاين كرة أرضية. كاين حتى أواني شعيب القرعة حدا الروبو ديال مالي البونج البرنوصي ورا النيابة أو الحي المحمدي ورا في الطلعة ديال القصرية. إخوان كنا كنبيعوا لكم الصغار جبنا لكم وحدة كنا درنا لها 60 درهم. هذه الكبيرة ديالها الكبيرة ديالها اللي كنبيعوا ب 90 درهم غنرجعوها ب 70 درهم ابتداء من غدا الحد. عافاك هبط لاكيس وقولها للبنات اللي في بريستيج وقولها حتى للدراري اللي في لاكيس قول لهم هاد الكبيره غنرجعوها ب 70 درهم 1400 درهم. سير اخويا بونبونيغ غنبيعوا جوج ب 20 درهم. بونبونيغ رائعه جوج ب 20 درهم. شوفوا معايا الكيسان شحال زوينين. غادي تاخذوا ثلاثه الباكيات ب 1000 ريال ثلاثه الباكيات ب 50 درهم كل باكيه فيها 6 6 6 6 18 كاس 1000 ريال 1000 ريال الله يحفظك. وكاين عندنا هادو ديال القهوه حتى هما غادي تاخذوا ثلاثه الباكيات ب 1000 ريال. الكاغاف 40 درهم 800 ريال. نقرا واحد التعليق زوين شيماء كتقول كاين اللي ما تحق في اواني شعيب عمرنا الكوزينه بالاواني روعه والاثمنه في المتناول والتعامل ديال الدراري طوب المزيد من التالق ان شاء الله. شكرا بزيك شكرا بزاف لاله شيماء شكرا بزاف على الكومونتير الزوين ديالك الايجابي ومرحبا بك. وتنقول لكم حتى نتوما اللي كتشوفوا اللايف مرحبا بكم غدا الاحد وان شاء الله السيمانه كامله في جميع محلات اواني شعيب. اجوا تاخذوا الكراف ديال 2400 ب 800 ريال. شوفوا هذه القريعه شحال زوينه ب 30 درهم. هذه غتاخذوها ب 40 درهم 800 ريال 40 درهم. وديال الريشه 45 درهم. لي بلاطو غنبيعوا لكم هذا ب 1200 ريال بالرجيله ديالو نقصنا ليه في الثمن. غتاخذوا فقط ب 1200 ريال عند اواني شعيب. واللي كبر منه غتاخذوه ب 70 درهم 1400 ريال. اللي كبر منه غتاخذوه ب 70 درهم واعر. كاين عندنا هاد لي بلاطو غنبيعوا لكم نورمالمون واحد كيدير 4800. حنا غنبيعوا لكم جوج بلاطوات ب 240 درهم. جوج بلاطوات ب 4800
وهذا الموديل هذا 140 درهم الفراقه بريستيج كريستال 130 درهم الفراقه جوج طبقات 1200 ريال 60 درهم الباني 99 درهم الصغيره والكبيره ديالها غرانيت 199 درهم كاين عندنا حتى ديال 180 درهم عندنا لوكسوس وعندنا كرافت وعليكم السلام مرحبا كاين عندنا هذا البلاندر زوينه درنا لها 99 درهم بالكاس ديالها وعندنا هذا الموديل هذا حتى هو كيدير 99 درهم عافاكم الاخوه اللي بغى يتقدى الكوزينه ديالو يركز معايا مزيان على الاثمنه اللي كنقول لكم راه ارخص الاثمنه في المغرب كامل وبعض المرات كنبين السلعه اللي بينت البارح والبارح ولكن بعض المرات كنبين سلعه جديده اللي غادي تشوفوها اول مره ركزوا معايا مزيان وشوفوا السلعه اللي كنوريكم باش تجيو تستافدوا من هذه لي بروموسيون الواعره لانه ارخص الاثمنه وافضل الماركات كتواجد في محلات اواني شعيب كلشي بارطاجي اللايف ويدير لينا جيم الاخوان نرمين التليفون ديالي لتحت كيتشارجا عندنا البلاندر لوكسيس اوريجينال عندنا كاس ديال الزاج بالكاس ديال العطريه الثمن ديالها 170 درهم عندنا الوحش 230 درهم عندنا كرافت اللي كطحن الثلج 199 درهم عندنا اينوكس كدير 4600 زيد اخويا زيد 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 كاين عندنا كذلك الهاشوار جوجيترو ب 3000 ريال جوجيترو 150 درهم فيها بزاف ديال الماس كاين عندنا الهاشوار جيرمان لاب الموتور ديالها واعر كدير 160 درهم كاين عندنا طراب البانيو طراب الميكسور ديالو دراب وميكسور بجوجهم 2400 العصاره ديال ليمون مانيويل 1200 ريال شكون اللي مازال ما خداش العصاره المانيويل ديال ليمون 60 درهم العصاره ديال ليمون ديال الضو 1299 درهم عندنا التوشيه كنا كنبيعوها ب 60 درهم درنا ليها 400 ريال 20 درهم تفصيل ديال 1000 ريال درنا ليها 20 درهم شوف هاد السواقه واعره حتى الكيسان درنا لهم 20 درهم 6 العجانه الاخوان هاد المره جبنا لكم كرافت العجانه كرافت 7 ايترو 2000 ديال لي واط رائعه جدا كلكم كتعرفوا لا مارك كرافت كنخدموا بها ديما الثمن ديالها 799 درهم 799 درهم عوض 1200 درهم ولا 1000 درهم ولا 1500 درهم غتاخذوها ب 799 درهم اي واحد بزاف الناس ما كيزعموش على العجانات بزاف الناس ما كيقول لك لا بالعكس عجانه غتسهل عليك بزاف الحوايج وغتقتصد عليك بزاف الوقت وغتحيد عليك بزاف ديال التماره اي وحده كتشوف اللايف دابا وما عندهاش العجانه في دارها تنقول لك اواني شعيب كيجيب لك عجانه بجوده زوينه بكاليتي رائعه وبثمن جد مناسب يعني كيوصل حتى النص ديال الثمن عوض ما تاخدي عجانه مجهوله ب 1500 درهم حنا كنجيبوا لكم لا مارك كرافت اللي معروفه في السوق ومعروفه في محلات اواني شعيب كنشتغلوا معها دابا لمده سنتين ولا مره يعني لي ريكلاماسيون ديالها نادره جدا الضو ديالها لا في لي بلندر ولا في لي بانيني ولا في لي هاشوار رائعه شكون اللي مازال ما خداش العجانه يقصد محلات اواني شعيب ويجي ياخذ عجانه 7 ايترو ب 799 درهم وعندنا حتى العجانه ايتيمات 5 ايترو ب 599 درهم بيناتهم 200 درهم ما بين 5 ايترو 7 ايترو سوا خذوا 7 ايترو سوا خذوا 5 ايترو ايتيمات كاين عندنا الفران
اتيمات حتى هو بزاف الناس ما كيزعموش عليه، ولكن خصكم تعرفوا ان هذا العج هذا الفران اتيمات حتى هو مهم جدا انه يكون في الدار، مهم جدا بانه كيطيب بزاف ديال الحوايج. غادي نسول واحد الكليانه ديالنا باش تقول لنا هذا الفران هذا اشنو كنقدروا نطيبوا فيه. الفران هذا كنطيبوا فيه كل شيء، الحلوى كنحمروا فيه الدجاج، اي حاجه بغيتي طيبيها، كيكه. غير بالنسبه للكيكه انا كنقلب ديك الطاوله اللي لتحت عاد كنحط، يعني ما كنحطهاش ديريكت باش ما تحرقش ليا من التحت. زعما الصراحه غزال، يعني مجربها شحال من عام ودابا خديت الكبير ديالو لانه فران واعر الصراحه الدكال. اوكي انا سمعت كاينين شي وحدين كيطيبوا فيه حتى الخبز. انا ما كنقولش كيطيب الخبز، لا انا كنقول اش كيقولوا الناس، تيقولوا راه كيطيبوا فيه الخبز، ولكن ما نقدرش نضمن باش شي واحد الا ما طيبش الخبز مزيان ولا ديال الله اعلم. مي بزاف الناس يقولوا راه طيب الخبز واعر، طيب الخبز اخويا واعر، تيقول اي حاجه طاحت لك على بالك بحال دوك الفران يعني بون كاليتي. عافاكم اللي عنده الفران ايتيمات يكتب لينا في التعاليق كيفاش داير واشنو استفدتوا منه. كاين اللي عنده 7 سنين ست، واحد السيده قالت لي قبيله تبسطيله، واحد السيده قبيله قالت لي 16 عام هو عندي، 16 عام هو عندها الفران ايتيمات. حنا في دارنا عندنا 6 سنين صراحه، 6 سنين وعندنا. اللي ما عندناش الفران تجي تاخذ فران ايتيمات دوبل زاجه بالفونتيلاتور بالبوله لداخل بجوج طبقات بالطاوات بجوج، واعر بزاف وثمن خطير. زيد اخويا زيد. كاين عندنا حتى البرمه ديال الكسكسو، عندنا اللي اد اينوكس كدير 180 درهم واللي اد حمراء زايده عليها ب 10 درهم. عافاكم ركزوا معايا مزيان باش تقدروا تختاروا البرمه اللي بغيتوا. 4 يطرو كدير 180 درهم يد اينوكس، ويد حمراء كدير 190 درهم. انا غنقول يد اينوكس الثمن ديالها ويد حمراء زيدوا 10 درهم. يد اينوكس 4 يطرو ب 180 درهم، 6 يطرو ب 200 درهم، 8 يطرو 230 درهم، 10 يطرو 280 درهم، 12 يطرو 299 درهم. عندنا لا مارك إيليت وعندنا لا مارك كرافت. غير قولوا لي واش كاين شي ثمن قل من هذا؟ اكيد لا، عند اواني شعيب. بزاف الناس كيسولوني على الكوكوطا اينوكس، جبنا لكم الكوكوطا اينوكس وبثمن سبيسيال. كوكوط اينوكس 3 يطرو 399 درهم، 4 يطرو 499 درهم، 6 يطرو ب 599 درهم، او 10 يطرو غير ب 13000 ريال. تخيلوا معايا، لا 8 يطرو ب 13000 ريال و10 يطرو ب 700 درهم. ايوا اخويا واحد لال واحد السيد كيقول لك الخبز ناضي حمرنا فيه الدجاج وخبزنا فيه الخبز، انا كنطيب فيه الخبز واعر. كيهضروا على الفران ايتيمات، ام ريتاش فران واعر. سناء كتقول لك بصح كيطيب الخبز، حنان كتقول لك كيطيب، انا كنطيب فيه الخبز. ميلودا كتقول لك زوين بزاف، ياسين تقول لك كيطيب الخبز واعر، نوره كتقول لك عندي 12 عام. الصوت والو، واش مازال الصوت ما كاينش؟ واقيلا كنت حاط الصبيعه ديال الصوت. عندي فران ايتيمات واعر كنطيب فيه الخبز، تيجي فيه واعر، كنطيب فيه اي حاجه حصريا عند اواني. اليوم كنتواجدوا مباشره من محلات اواني شعيب عند سعاد. تحياتي سعاد ديما العجيبه ياك. حصريا مباشره من محلات اواني شعيب مع سعاد. كديري اشاره ديال السمايل. سعاد كتقول لكم مرحبا، كيشكروك الكليان بزاف. مع الدروج لا، كيشكروك الزبناء بزاف، تقول لي سعاد ظريفه، تنمشيو على قبلها للمدينه، المعامله زوينه. شكرا سعاد لانك كتعطي واحد الايماج زوينه على محلات اواني شعيب، وتنعاود نقول شكرا سعاد الله يحفظك. دائما اجدد الترحاب، مرحبا بكم جميع الزملاء ديالنا الكرام على هذا البث المباشر.
شوفاج. هاد المره جبنا لكم واحد لامارك واعره واعره، الثمن ديالها 99 درهم، 99 درهم. هذا ديال تركيا واعر. هاد المره جبنا لكم 1200 ديال لي واط، 1200 ديال لي واط. الريشو 99 درهم. اخوان بزاف الناس كيسولوني على لامارك ايتيمات، جبنا لكم هاد المره فورنو ايتيمات. هذا راه كبير اينوكس، واعر في الخدمه ديالو، في الكاليتي ديالو، في الجوده ديالو. هذا نورمالمون غتلقاه في لي ماغازان بواحد 600 ولا 599 درهم، حنا كنديروا ليه 349 درهم، 349 درهم. لامارك ايتيمات، وعندنا هاد الموديل هذا حتى هو ايتيمات كيدير غير 280 درهم. 200. شوفوا الناس، سعاد غزالة، سعاد تبارك الله عليها، سامار كتقول لك وياه غزالة سعاد بزاف، إيمان كتقول لك أنا كنمشي للمحل ديال المدينة على قبل سعاد، سعاد القيادة وهي اللي منورة المحل. شكرا 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 شكرا، كتقول لكم سعاد شكرا بزاف. غتطلع ونقرا على التعاليق ديالكم حتى تطلع. هاد الكيسان بألف إخوان، كيف قلنا لكم هاد الانجلس انجلس 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 باش نركز معاكم مزيان. هاد الفران، هاد الفورنو ايتيمات فريمون تو واعر. ابراهيم عافاك حل لي هذا، لان رمضان قرب والناس كيبغيو يشريو هاد الفران، هاد لي فورنو بزاف، وكيبغيو يقلبوا على الجوده، وكيبغيو يقلبوا على الكاليتي المزيانه، وكيبغيو المعقول. حنا في محلات اواني شعيب كنبارطاجيو معاكم المعقول. هاد الفران ايتيمات اينوكس كامل كيدير 349 درهم، واعر زوين، غتشريو ما غتندموش. واللي بغى، واللي بغى هاد الموديل كيدير فقط 280 درهم، 280 درهم. ها هو الفران تا الفرنو. كاين عندنا كذلك هاد الكيسان، الثمن ديالهم 1600 ريال، 12 كاس ب 80 درهم، عواد 2600، عواد 2600. غتاخذوا الفران، غتاخذوا الكيسان ب 1600. اخوان ديروا لينا جيم عافاكم باش نكملوا معاكم اللايف، ديروا لينا جيم جيم هنا وبارطاجيو اللايف، جمجموا لينا جمجموا لينا اللايف والبارطاج، جيم والبارطاج. كنموت على سعاد، المحل منور بقالت سعاد، انا كليانة عندكم وكنمشي من اسفي عند سعاد، انا كليانة عندكم وكنمشي من اسفي عند سعاد. نعم لا لا 7000 ريال، 350 درهم حصريا عند عند اواني شعيب. هذا لامارك ايتيمات. عافاك عطي السيدة ابراهيم، عطي السيدة فورنو، عطي السيدة فورنو ديال 7000 ريال ايتيمات على 3 ديال الفرارن. السيدة بغات واحد، مرحبا بك لالا، مرحبا. ديروا جيم جيم وبارطاجيو اللايف الاخوان، جيم والبارطاج. الثمن ديال هادو 70 درهم، جوج كيسان 12 كاس ب 70 درهم وهادو 1200. غدا ان شاء الله كنحلو من 10 الصباح حتى 10 الليل، اجيو تستافدوا من السولد، اجيو تستافدوا من البروموسيون. طراب 1000 ريال، طراب والميكسور 2400، العصاره ديال الليمون 90 درهم، طراب بالبانيو 2400. جوج ديال ترموسات جرانيت 130 درهم، جوج ترموسات رخامة 99 درهم، جوج ترموسات في هذا الموديل 130 درهم، عواد 3600. سعاد كتبوا بزاف الناس التعاليق على قبلك، واحد السيدة قالت لك كتجي من اسفي على قبلك، واحد السيدة قالت لك راكي انت اللي منورة المحل ديال اواني شعيب المدينة، واحد السيدة قالت لك ما نكذبش عليك
كنجي من جديدة على قبل سعاد من أول مرة بديتي في المحل ديال المدينة هذه سامر. شكرا سامر. سلم على سعاد بزاف. سعاد الفن تعامل ديالها غزال. كنمشي للمدينة حتى هي تما هذه بشرى أم زيد. المهم التعاليق بزاف. سعاد كيشكرك في لي كومونتير. واحد السيدة سميتها صباح، واحد السيدة سميتها حليمة كتقول لك كنموت على سعاد ومنور المحل. واحد السيدة سميتها زهرة خديجة كتقول لك المعاملة الطيبة ديال سعاد. بزاف الناس كيشكرك يا سعاد، برافو سعاد، شكرا، تحياتي. هادو كيديروا 60 درهم 1200 الفراق على جوج. كاين عندنا هذا الكاس الكبير وستات الكيسان ديالو كيدير 80 درهم زيد البرمال الكوكوط الفرن والعجانه التفصيل ديال 20 درهم قرب يتقاد. العدد محدود الاخوان، محدود جدا، محدود. سارعوا قبل نفاد المخزون، سارعوا سارعوا الاخوان. الفراقه 1200 ريال. المهم كاين ما يدير الاخوان في الصول ديال اواني شعيب، غنهبط لتحت واخا المحل شويه مرون، واخا المحل شويه مرون لاننا كنبريباريو باش غدا نوجدوا لكم السلعه، كنبريباريو باش غدا نوجدوا لكم الجديد عند محلات اواني شعيب. مرحبا بكم، انا غنهبط معكم لتحت، ولكن الا تقطعت الكونيكسيون عرفوني، غير بغيت ناكتيفي الويفي. بقاو معايا بصحة البرمة، ما نبينكش بصحة البرمة. اش من قياس خديتي؟ خديتي يد حمراء ولا يد اينوكس؟ خديتي يد اينوكس. بصحة بصحة، مرحبا. خديتي عندنا البرمة 8.4 يطرو ب 3600 وراها. الله يدخل عليك بالصحة والسلامة ان شاء الله. شكرا لك على الزيارة ديالك لينا، شرفتينا. اجينا بطول تحت، اجيو اجيو، تعالوا 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 نتسركلوا قليلا هنا، نتسركلوا قليلا هنا في محل اواني شعيب. ارى لي اخويا الكيسان، شوف الكيسان شحال واعرين هادو، ارى لي اول جديد كيسان. غنبيعوا لكم جوج باكيات ب 30 درهم وجوج، تخيلوا معايا جوج، راه بزاف تلعيب باش ما وريتهمش لكم. انا غنهبط عندكم دابا، هاد الزواقه واعره عجباتك ياك. جوج باكيات ب 30 درهم هاك، جوج هاشوار، جوج يطرو قلنا على الفوق، جوج يطرو 150 درهم وثلاثه يطرو 190 درهم. عطينا خويا هادو اللي درنا فيهم بروموسيون وجاو الناس خداوهم بزاف. علاش هادو تباعوا؟ علاش نقول لك علاش تباعوا؟ كنا كنبيعوا جوج ب 70 درهم، درنا لهادي 30 درهم، والصغيره درنا لها 20 درهم. هادي 20 درهم، هادي لا ويلي، لا راه هادي ديال 30 درهم. والله ما كذبش، هادي ب 30، هادي اللي ب 20. اقسم بالله تا كيحسب لي هادي اللي ب 30 لانه بان لي كبير. والله العظيم الا فابو البطاطا، هاد الكبير ب 30 درهم وهذا ب 20 درهم، زوينين ديال الخشب وبالميطال، ما شاء الله راه قربوا يتقاداو. شوف راه قربوا يتقاداو كيف كتشوفوا، هادي 1000 ريال بالزاجه ديالها، هادي الصغيره ديالها ب 60 درهم والكبيره ب 70 درهم. اعطيني الصغيره ديالها، ما بقاتش، باقا عندنا اللي كبر منها ب 70 درهم، 1400 ريال. ديكلاري ليا في لاكيس، قول لهم باللي راه رجعناه ب 70 درهم. هادو ب 1000 ريال، هادو 1000 ريال كيف كتشوفوا، السابوره ديالهم 50 درهم. علاش يقول لي كيمشي الصوت؟ واش ما كتسمعوش؟ كتبوا لي في لي كومونتير واش الصوت مزيان. زيد اخويا زيد زيد. الثمن ديال هادو 35 درهم، كنا كنبيعوهم ب 1200 ريال، درنا لهم 35 درهم. عافاك عافاك، شوف شوف، هادو كنبيعوهم ب 25 درهم، فيهم واحد الضريبات من هنا شتيهم؟ مرة يمكن مع الناس كيهزوهم وداك الشيء، هادو اللي فيهم الضريبات غنديروا لهم 10 دراهم.
صافي ديكلاري ليا لاكيس هادي غنديروا ليها 10 دراهم على قبل الضريبات اللي هنا. صافي هادشي اللي كاين. هاو 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 هادو هادشي 1 2 3 4 5 6 7 اللي فيهم الضريبة 10 دراهم. ها هو الكاس العجيب الجميل. هادو جوج باكيات ب 30 درهم. حتى هاد الكيسان باليدين جوج باكيات ب 30 درهم. شوفوا معايا هاد الكاس شحال زوين. الثمن ديالو جوج باكيات ب 20 درهم. جوج باكيات ب 20 درهم. هاد الكاس غنبيعو لكم جوج باكيات ب 30 درهم. كاس واعر غير اللي ما بغاش ياخذو. بقاو معايا الاخوان غندور معاكم على المحل كامل اليوم باش تبرعوا ليا هموز وتبرعوا ليا جديد. هادشي اللي كامل هنا 1200 12 كاس ب 1200 حتى هاد الريشه واعره 12 كاس ب 1200 ريال زيد حتى شهر زاد كنبيعوا 12 كاس ب 1200 ريال 12 كاس ب 60 درهم زيد لي مول غتاخذوا جوج مولات ب 60 درهم ديال الزاج. عندنا لي هاشوار لي بانيني لي بلندر عندنا البلاطوات ديال التيتانيك عندنا المصلوح عندنا الشوفاج عندنا العجانه عندنا التفاصل على الانواع والاشكال تبارك الله. التباصل اللي بغيتو بريستيج عندنا التباصل اللي هادو كنبيعو 3 بالف ريال هادو جوج ب 1200 النمره 36 جوج ب 70 درهم عندنا المقالي عندنا العجانات كلشي كلشي كاين غير اللي ما بغاش يستافد من البروموسيون لي كاغاف 40 درهم عندنا القراعي ب 30 درهم صراحه كاين ما يدير داكشي رائع. ها هو التفصيل متوفر هنا 20 درهم 400 ريال غتبرعوا. هاد الستوك اللي هنا تقريبا هو اللي بقى ديال التفصيل ديال 20 درهم ديال 400 ريال. سارعوا قبل نفاد المخزون بالي وقبل ما يتقادى. تفصيل زاج شوف تفصيل زاج في اكثر من 30 سنتيم جاي ل 36 سنتيم بريستيج دوري ترونسبارو الثمن ديالو 400 ريال. سارعوا قبل نفاد المخزون الاخوان. والكاس ديال 20 درهم حتى هو هاد الستوك اللي هنا هو اللي بقى. ها هو هاد الستوك اللي هنا هو اللي بقى الثمن ديالو 400. لي بونبونيير عندنا 1000 ريال وعندنا 1200 الكيسان عندنا هاد الموديل ب 70 درهم 1400 ريال. يلا كلشي بارطاجي اللايف اللي طالع عليه اللايف ديال اواني شعيب ودير جيم ويبارطاجي اللايف الاخوان كلشي بارطاجي اللايف. هاد الكيسان كيديروا 40 درهم سوبر كدير 1200 ريال 60 درهم. تيرموس كنبيعوا جوج ب 2600 كاين عندنا التويشيات كنبيعوا 6 ب 20 درهم حتى هادو كنبيعو 6 ب 20 درهم. شباب تبارك الله عليكم شكرا تحية كبيرة. محمد بوغوس كاين عندنا كاسرونات كاين عندنا الكوكوطات كاين عندنا كلشي اللي بغيتي. ها هما شوفو كاسرونات غرانيت 3 ب 190 درهم تفصيله وحاطين لكم تما وحاطين لكم حتى هنايا باش فين ما تدورو تلقاو باش ما تقولوش لنا جينا ما لقيناش حاطينو هنا وحاطينو ليه. يعني الا جيتي هنا تلقاه الا مشيتي ليه تلقاه الا جيتي هنا تلقاه. يلا اخوان هاد اللايف اللي كندير معكم دابا وهاد المحل اللي كتشوفوا دابا هذا محل اواني شعيب المدينه. واحد القضيه مهمه بزاف الناس غالطين في واحد القضيه كيصحابونا كنديروا السولد السبت والحد. حنا السولد عندنا على طول السيمانه اثنين والثلاث والاربعه والخميس والجمعه والسبت والحد. الناس اللي كيجيو وكيبغيو يتقداو احسن توقيت ديال التقديه تجيو عندنا هو الصباح.
اللي جا مع العشرة الصباح كتكون الدنيا مرخوفة، تكون الوليدات مرتاحين كتر، وكتكون السلعة منظمة كتر، وكيكون المحل منظم كتر، وكتكون لا ديسبونيبيليتي اي التوفير ديال السلعة تيكون كتر. انا كنصح اي واحد بغى يتقدى يجي، بغى يتقدى مرتاح، بغى يتقدى اليز، بغى يتقدى على خاطرو يجي عندنا مع العشرة الصباح. حنا راه كنحلو من العشرة الصباح حتى العشرة ديال الليل، يعني قد ما جيتي بكري مع العشرة الحداش الحداش ونص كتلقى الدنيا يعني خاوية، وكتقدر تقدى على راحتك كتر. العجانة ايتيمات غتكون عندنا حتى الاثنين، عندنا كرافت دابا ولكن كاينه في المحلات الاخرين. التبصيل كبير وسته الطباسل ديالو 99 درهم. كاين عندنا البلاطو افيكوير جوج ب 1600، عندنا هذا البلاطو ديال فيرزاتشي جوج ب 70 درهم. اللي في المعنى ما فيهش هذا الشيء، يلا دعموا اللايف، ديروا جيم، ديروا جيم وبارطاجيو اللايف، ديروا جيم وبارطاجيو اللايف، ديروا جيم ديروا جيم ديروا جيم وبارطاجيو اللايف، جيم وبارطاجي الاخوان لو ماكسيموم ديال القلوبه، كلشي يدير جيم وبارطاجي اللايف. ومرحبا بكم غدا ان شاء الله، احسن محل هو المدينه. لا لا بالعكس، حتى البرنوصي والحي المحمدي الوليدات تما كيديروا كل ما في جهدهم، وكيديروا كل ما في جهدهم باش انهم يكونوا عند حسن ظن الزبناء. يلا الاخوان، شكون اللي غيجي عندنا غدا من شي مدينه يكتب لينا انا في التعاليق. يلا شكون اللي غيجي عندنا من مراكش، فاس، مكناس، طنجة، مرحبا بالناس ديال الجديدة، برشيد فينكم، مكناس فينكم، طنجة فينكم، وجدة. الدراري شنو المدينة اللي سمعتوا اليوم جات عندنا شي وحدة قالت لكم أنا جيت من شي مدينة؟ وجدة، فاس، زيد، أزرو، زيد الدراري، محمد، مراكش. شي وحدة قالت لك شي مدينة ولا ما قالتش لك؟ حتى وحده ما قالت لك، واقيلا اصلا ما قدرتش تقول لك انت. وانت شي وحده قالت لك شي مدينه؟ حتى انت لا. وانت حتى وحده سير. وانت اخويا شنو قالوا لك؟ انت تكون انت يكونوا قالوا لك صافي، شديتي معاهم التحتيزه كاين سير. وانت يا لا ماشي العزيز عليك اللي جاو عندنا اليوم، فاس ومراكش. يا سلام يا سلام، بغينا ما ينعسش اليوم، الله يحفظك خويا شعيب. بغيناك تصدمنا بشي بروموسيو اليوم، حنا عرفناك باللي عزيز عليك التحدي، بغينا المحزاده ما ينعسوش اليوم. انا اختي بلاتي نقرا بعد التعليق، هذا دري راجل زعما خويا، انا ما كنعتبرش عندي المحزاده وما كنعتبرش عندي الاعداء، انا واحد الشاب مغربي مع واحد المجموعه ديال الشباب كنخدموا كنشتغلوا كنجتهدوا بعرق كتافنا بعرق الجبين ديالنا بالافكار ديالنا بالتحديات ديالنا، ما كنعتبروش وما كنشوفوش باللي عندنا محساده ولا عندنا ناس حاضيننا ولا عندنا ناس تابعيننا. حنا كنديروا تحديات مع راسنا باش دائما نكونوا عند حسن ظنكم. شكرا لك بزاف على التعليق، وان شاء الله كاينين مفاجات كثيره مستقبلا ان شاء الله في لي بروموسيون ديال اواني شعيب. الطحانه ديال العطريه عندنا واحد الموديل كيدير 70 درهم، ولكن كيف دائما تنقول لكم الطحانه ديال العطريه كتبغي الاحتفاظ، لانه الا بقيتي مورك عليها بزاف كتحرق. علاش ما كنبينهاش في اللايف بزاف؟ وعلاش ما كنبازيش عليها في اللايف بزاف؟ لانها كيف كنقولوا، ما تورينيش لا مارك، لانها كيف كنقولوا ماشي غير هاد الماركه اللي شات في ايديا، كاع لي مارك ديال الطحانات ديال العطريه على سبه وكيتحرقوا بسهوله. يعني الا بغيتي تخدم بها كيخصك تحتفظ عليها
وتعرف تخدم بها. لهذا كنجيبوها للكليين اللي كيطلبوها. كاينين كليين تيقول لك حنا عارفين على سبه وعارفينك كتحرق بالزربه ولكن غير جيبها لينا لاننا كنعرفو نخدمو بها وكنعرفو نتعاملو معاها وما كتحرقش لينا وغير جيبها لينا. هذا هو الهدف. اما هي راه كتبغي الاحتفاظ لان الموتور ديالها شويه ضعيف. باش نكونوا صريحين حنا كنبارطاجيو الصراحه مع الكليان باش دائما يبقى الصدق بيننا وبينكم. يعني ملي تنقول لكم هذه مزيانه مزيانه، هذه ما مزياناش ما مزياناش، هذه على سبه على سبه، هذه خصها الاحتفاظ خصها الاحتفاظ. هذا هو هذا هو الطريقه اللي كنخدموا معاكم بها. غادي نقول لكم شكرا بزاف، غنقول لكم مرحبا بكم، غنقول لكم ان شاء الله غادي نتلاقاو معكم في لايف اخر، غنقول لكم نتلاقاو معكم فرصه اخرى. حاجه وحده اللي كنطلبوا منكم، بارطاجيو اللايف، جيو تقداو من محلات اوان شعيب السلعه راه كتقادا، اجيو تاخذوا البونبونيير ب 10 دراهم، الكيسان ثلاثه الباكيات ب 1000 ريال، الكاغا ب 50 درهم، القرعه ب 30 درهم، البورت كلينكس ب 40 درهم، البلاطوات عواد ما تاخذوا واحد ب 4800، غنعطيكم جوج ب 4800، البلاطو فيرزاتشي 140 درهم، هذا درنا ليه غير 60 درهم، الفراقه درنا ليها 1200 ريال، الفراقه كريستال جوج طبقات ولا ثلاثه طبقات درنا ليها 130 درهم، البانيني درنا ليها 99 درهم، والكبيره ليكسيس درنا ليها 199 درهم، وكرافت ديالها حتى هي 199 درهم، البلاندر درنا ليها 99 درهم مع كاس ديال العطريه، حتى البطوله درنا ليها 99 درهم، الكازاج درنا ليها 999 درهم، وليكسيس 170 درهم، الهاشوار درنا ليها 3000 ريال، ليك كرافت وجيرمالاب 160 درهم، الميكسور والدراب 2400، الميكسور بالسيبورا ديالو أو الدراب بالسيبورا ديالو 99 درهم، العصارة ديال الليمون 99 درهم، العصارة مانيوال 60 درهم، هادي بالسيبورا ديالها 1200، تبصيل 400، الكاس 400، 20 درهم، شحال قلت؟ لا لا 20 درهم، عوا 1200 20 درهم، هادي اللي ب 1200، هادي غير 20 درهم، العجانة 7000 7 يطروب ب 700 و99 درهم، والعجاء والفران ايتيمات والبرما والكوكوط والكيسان كلشي كلشي فيه ثمن واعر، بروموسيون رائع جدا. مرحبا بكم هنا في محلات اواني شعيب، اواني شعيب كيرحب بكم. جينا في الدار ديال بنك المغرب، هذا هو بنك المغرب كيف كتشوفوا، بنك المغرب هو هذا، حنا جينا في الدار ديال بنك المغرب في زنقة طاطا اون فاس مع السينما ليتوسيا واوتيل المامون. اواني شعيب كيرحب بكم ومرحبا بكم. وكاين عندنا حتى في المحل ديال المدينه والبرنوصي والقريعه والحي المحمدي. شكرا وكلشي بارطاجي الفيديو، وغدا نتلاقاو مع 10 الصباح.